أهلا بيكم في الحلقة الثانية من هذه السلسلة. النهاردة 8 سبتمبر، يعني مر حوالي 11 أو 12 يوم من ساعة ما قررت أبتدي التغيير، واللي بالمناسبة حابة أقول لكم إن هو قرار كان سهل تمام، بس التنفيذ بتاعه هو اللي مش كان سهل. طبيعي. تبدو برضو لبعض الناس بداية بسيطة، أنا بشوفها كده برضو، أنا بشوف إنها نقطة في بحر من الحاجات اللي انا عايزه اغيرها، بشوف انها حاجه قد كده في الحاجات اللي انا ناوي اعملها، وده مش عيب ان انتوا تعملوا حاجات صغيره او انجازات صغيره على مدار حياتكم، اهم بكتير من ان انتوا تعملوا انجاز كبير قوي واحد في حياتكم بس او اتنين. فايا كانت هي ايه، حاولوا دايما تفرحوا نفسكم ان انتوا لا انتوا تمام وعملتوا حاجات كويسه حتى لو كانت صغيره، فهي ما زالت مهمه بالنسبه مش لكم. عارفه انتوا ملاحظين ولا لا، بس انا ملاحظه ان في تغير حتى ولو طفيف حاصل. في عايزه اقول لكم ان البدايه دايما تبقى صعبه، ممكن تبقى شبه مستحيله بالنسبه لناس معينه، بس بعد كده هتتعودوا على الموضوع ايا كان هو ايه. بعد كده شويه شويه هتبتدوا تدركوا ان ده كان افضل لصحتي او ده كان افضل لي انا نفسيا او جسديا. وعايزه اقول لكم ان الموضوع بيفرق جدا، وحباكم هي تجربوه دي اللي انا لازم ابدا بيها بالنسبه لحد صحته ومناعته متدهوره زي، فده برضو بيقف على كل شخص على حسب. ممكن يكون انتوا تبداوا بحاجه مختلفه، بس بلاحظ ان معظم المجتمعات فيها نسبه تخمه وسمنه كتير قوي، وزياده الوزن ساعات بتبقى حاجه طبيعيه، بس انا مش عايزاها تبقى حاجه عاديه. هي بتدل على المرض تمام، ودي حاجه المفروض احنا نتعاطف معاها وفي نفس الوقت نحاول نغير. مثلا الكتب دي حاجه مهمه قوي في حياته تمام، ففجأة ايه اللي يحصل، يسكنوا في مكان ما فيهوش مكتبة، فانقطع زي ما يكون كده انقطع عنهم المية والنور، فانتوا بتبقوا قاعدين بقى متضايقين وزهقانين وهعمل ايه في حياتي وكده. نفس الموضوع بيحصل مع الاكل، لما بتحولوا من فترة ان انتوا مش صايمين لصايمين، انتوا متخيلين انتوا انتقوا من فترة فطار على طول، يعني بالنسبة لكم الاكل ده حاجة كده ايه رفاهية وعندكم موجود ومستمر، لحد منقطع عن كل الملذات والرفاهيات دي. بس الموضوع يمكن يكون مفجع بالنسبة للناس، بس هو مسافة ما هتتعودوا عليه، مسافة ما هتاخدوا اللي هو ايه ده انا يا ريتني كنت عملته من زمان، وهتلاحظوا بجد فرق في جسمك. يعني انا دلوقتي بقالي كام يوم ما كملتش اسبوعين اهو، وبجد حاسة بفرق رهيب، حاسة ان صحتي ابتدت تفوق شوية، حاسه ان ابتديت اتحرك اكتر كمان من الاول تمام، حاسه ابتديت ارجع شويه للحياه حبه حبه كده، ابتديت ايه امارس انشطه كنت متوقفه عنها مثلا. فده كله بيتغير تبعا لانتوا حالتكم الجسديه عامله ازاي، لان ده هينتقل للنفسيه على طول. لو انتوا حاسين بالتقل فانتوا مش هتنجزوا حاجه في حياتكم، انما لو حاسين انتوا خفاف على طول ده هيديكوا شعور ان انتوا عايزين تعملوا لما يتعمل. 90% من الامراض، بل خليني اقول 99% من الامراض كلها اللي موجوده حوالين العالم سببها الاكل. انتوا متخيلين حاجه احنا بنستمتع بيها وحاجه حلوه قوي وحاجه منتشره بطريقه غريبه وحاجه بقى يعني مصيريه في حياتنا كلنا، هي السبب في كميه الامراض دي كلها. يعني بجد دوروا في اي مرض، اي مرض يجي في دماغكم دوروا عليه وشوفوا ايه اللي ايه الاسباب اللي بتؤدي المرض ده، اي مرض عندكم او عند غيركم هتلاقوها من ضمن الحاجات. السمنه المفرطه فدي ليها علاقه بالاكل، او نوعيه الاكل تمام بيبقى حاطين فيه حاجات وحشه جدا، او طريقه الاكل غلط اصلا، اسلوب الحياه لازم يتغير فهتلاقوه برضو منطبق على الاكل. اي حاجه هتلاقوها ليها علاقه بالاكل، ناس بتاكل وتنام، ناس بتاكل كتير، ناس مش عارفه تعمل ايه، فهتلاقوا كل الامراض اللي حواليكم بتؤدي في الاخر كل الطرق دي لباب واحد في اخر الطريق ده هو الاكل. يعني الصيام اللي انا بقول لكم عليه ده وهو اول حاجه قررت اكشفها في موضوع التغير ده كله، لان لقيت ان في ناس كتير قوي ما تعرفش عنه حاجه، او في ناس كتير قوي ممكن تستنكره اللي هو ازاي، يعني في ناس كتير ممكن ما تقدرش عليه برضو. فدي حاجه اول حاجه حبيت اشارككم بيها، لان دي لازم تكون نقطه البدايه. ليه؟ لان الصيام ان انتوا تصوموا فتره، فده معناه ان انتوا بتقدروا تصمدوا في اي حاجه عامه مده، يمكن ده اختبار ليكم كمان. الناس اللي هي عايزه تجرب تشوف هي فعلا من الاشخاص اللي هي عندها اراده قويه او تعرف تعمل حاجه، تجرب تصوم لاي مده هي عايزاها، حددوا بس انتوا الفتره وابداوا اشتغلوا عليها وشوفوا نفسكم هتقدروا تكملوا لحد امتى، ده هيحدد مدى العزيمه والاصرار عندكم. فده في نفس الوقت اختبار، وفي نفس الوقت هيبقى عندكم تجربه هتبقوا طالعين مبسوطين منها، لان انتوا نقلتوا الاكل من حاجه كانت مهمه لحاجه مش مهمه. كنتوا من الاول مثلا من ساعه ما تصحوا لحد ما تناموا وانتوا بتاكلوا، لا فده هيغير لكم، هينقل لكم مكان الاكل
من ان هو ايه ده حاجه مصيريه وما اقدرش اقعد من غيرها طول اليوم، لحاجه ممكن تحصل في يومي وممكن ما اعملهاش. فين كده لما تحطوا رول موديل، نموذج مثالي كده في دماغكم وتبقوا عايزين توصلوا ليه، لو انتوا فعلا حابين تتغيروا، حابين تبقوا للاحسن، فانتوا تلقائي هتبتدوا تشتغلوا في ان حياتكم تبقى للافضل، بغض النظر مين هيحبطكم، بغض النظر مين هيقف في سكتكم، بغض النظر مين هيتريق عليكم، بغض النظر مين هيسخف بقى من المواضيع بتاعتكم كلها، او حتى لو مفيش حد بيشجعكم. ما كانش صعب بالنسبه لي ان انا اشارك تجربتي معاكم، لان انا مريت بتجارب كتير قوي قبل كده مشابهه ليها وعرفت اجتازها، فده اللي شجعني ان انا لو هعمل تجربه جديده انا لازم اشارك الناس بيها، لازم الناس تعرف ان مفيش حاجه اسمها لا مش ممكن اعمل كده، لا هو ممكن وممكن جدا كمان، بس انتوا محتاجين تركزوا وتعرفوا انتوا عايزين تعملوا ايه بالظبط. والمره دي حصل معايا مش عايزه اسميها تدهورات بس تعقلات، يعني في حاجات كتير قوي كان ممكن توقفني. يعني السلطه ده بنجر تمام، قشرته بعد كده بقطعه، ممكن انا بحب فيه لونه، وانا بحب اقطع قطع السلطه كبيره تمام، لان هو بيقولوا كمان التقطيع قطع كبيره صحي اكتر من تقطيع قطع صغيره. يعني يبقى عندنا الكابوتشي ده للناس اللي متعرفوش، هو زي الخس بالظبط يمكن احلى كمان، برضه هو قطعه قطع كبيره. يعني كمان بحس ان التقطيع بقطع صغيره ممل كده. عندنا الخيار مهم جدا لترتيب الجسم، والطماطم لو تلاحظوا انا بنوع على قد ما اقدر، لان لازم يبقى في تنوع عشان ما تزودش في نفس الوقت القيمه الغذائيه بتاعتها. وكده بقى عندنا طبق سلطه قيمته الغذائيه عاليه، وهو اول حاجه هنبدا اكلها في الوجبه. انا على النار طاسه او حله سخنه، بعد كده بننزل عليها السمن البلدي الطبيعي، جاموسي او بقري، اللي انا بستخدمها دي جاموسي، البقري بتبقى اصفر غامق يعني يميل البرتقاني، والاثنين تمام بالنسبه لي. قبل ما السمنه تلحق تسخن قوي عشان ما تتحرقش بنزل عليها اللحمه وهي متجمده. طب ليه عملت كده ونزلتها عليها وهي متجمده؟ علشان اللحمه هتفقد قيمتها الغذائيه، ده رقم واحد. اثنين، علشان انا اصلا كده كده غسلاها قبل ما اشيلها في الفريزر ونضفها، فهي جاهزه على طول على الاكل. بعد ما تاخد الصدمه اللي هي الضروريه علشان تحتفظ بيه الفوائد والعطار بتاعتها كلها جوه اللحمه من غير ما تفقدها، لان هي دي تخمن فيها اهميتها الغذائيه، وفي نفس الوقت ما طلعلكوش حاجات تضايقكوا سواء كان بيسموها عصاير او دم. بعد كده بعد ما خلاص شوحناها ودينا صدمه ونار عاليه، بنوطي النار على اوسع حاجه خالص وبنغطيها ونسيبها شويه، هي بتنزل ميتها وبتفك مع نفسها. يعني في ظل ما اللحمه بتتشوح على النار، قطعت الفلفل اللي هو الهالبينو اللي هو الحراق تمام، من الشطه عامه مفيده ما تتحط في الاكل وكده، وللناس برده اللي عايزه ايه عشان تخسر برده وزنها بتحرق من الدهون. قطعنا بعد كده الثوم حوالي فصين او ثلاثه اربعه زودوا، بعد كده هنقطع البصل شرايح دواير، خلي بالكم برده من ايديكم تبقوا متحكمين في السكينه كويس، ومش لازم تقطعوا لاخر حاجه عشان ايديكم متعورش. بعد كده بنقطع الشرايح دي كده بالطول، خلي بالكم برده الحاجه اللي انتوا بتعملوا عليها تبقى ثابته وتثبتوها بايديكم عشان ما تتعورش. شايفين كميه الميه اللي اللحمه طلعتها دي؟ اسلم واحسن طريقه لسوى اللحم، الانسجه بتاعتها بتستوي افضل على نار واطيه، وانتم مغطيينها الاول مع التشويحه كده قبل لسه ما تضيفوا لها ولا تعملوا فيها اي حاجه، ده هيساعدكم ان هي مش هتاخد وقت كبير قوي في السوا. بعد كده لما تلاقوا الميه قربت تنشف كده تنزلوا عليها على طول بالبصل والثوم والفلفل الحراق، نحطه بسيط عشان هيولع الاكل، وفي نفس الوقت مش عايزين نغطي على طعم الحاجه بالشطه. هنحمرها مع اللحمه، وانا بحب احط تكايه كده مميزه الا وهي بشر الجنزبيل. يعني عايزه اقول لكم الجنزبيل بيكسر البروتين تمام، واللحمه بتستوي بسرعه، او فراخ او ايا كان ايه نوع الحاجه اللي انتوا حاطينها معاها او اسماك او كده، فالجنزبيل خطير لو انتوا عايزين الحاجه تستوي بسرعه وما تبقاش نيه، تبقوا متضايقين ان هي ايه ده لسه ما استوتش كل ده، فده مش هيخليها تاخد وقت على النار خالص، وبشروق احسن ما تقطعوه، لو قطعتوه مش هيعمل حاجه. انما البشر بتحسوا بطعمه، الجنزبيل اصلا كمان مفيد للزور، وجنزبيل برده فيه سنه حرقان، فايه ما تزودوش، وبشروا حته بسيطه هتعمل العمليه. فاضل ايه؟ الضف التوابل، ملح بسيط على قد ما تقدروا، كمون، فلفل اسود برده بسيط جدا عشان الاكل ما يبقاش حرق قوي، لان في كذا حاجه مشطشطه فيه، مش هحط شطه طبعا هتفاديها المره دي عشان حطيت مكونات تانيه برده ايه بتولع الاكل. وبعض الكاري،
بحب برضه احط شويه زعتر، مفيد جدا لجهاز التنفس. وبابريكا لو فلفل احمر بقالي. وطبعا مش هنسى البهارات بتاعه اللحم برضه، حاجه بسيطه جدا يعني عشان ما تضايقش على طعم الاكل. بعد كده اقلبه وشموا ريحه بقى خطيره، ريحه خطيره والطعم هيبقى اخطر. اعملوها بالطريقه دي اي حاجه وهتدعوا لي بجد. بعد كده بعد ما ايه هنشوحها شويه لحد ما البصل يدبل، حاجه بسيطه جدا لانه كده كده هيدبل لما نحط عليه ميه. بتختلط كل مكونات البهارات مع بعض. هنحط الميه بقى واحنا مرتاحين لان اوريدي نص السوا راح في التشويحه الاولانيه اللي احنا عملناها دي، اللي احنا اصلا ما ضفناش ميه فيها واللحمه هي اللي جابت من نفسها الميه. ويفضل طبعا تحطوا ميه سخنه مغليه او دافيه عشان اللحمه ما تنشفش او ما تغيبش في السوا. وهسيبها لحد ما تغلي على نار عاليه، وبعد كده اما تغلي هوطي عليها النار شبه متوسطه. هي كده خلاص بتغلي وجاهزه على طول ان انتوا توسطوا النار عليها او توطوها على حسب ما تحطينها على نار وسط او نار كبيره. هنحط عليها البطاطس بما انها لحمه ترانشات فتقريبا بتاخد نفس سوا البطاطس، وهنسيبهم يستووا مع بعض. الريحه فظيعه تمام، طعمها هيبقى افظع. وهي كده خلاص قربت تنشف، وقبل ما تنشف هنزل عليها الكوسه. انا بحبش الكوسه اكلها مع ميه، فبحب اعملها كده دايما معاها. بتعلي القيمه الغذائيه بتاعت الاكل وفي نفس الوقت بتتحمر معاه. بنرصها شويه، هي طبيعي كده هتنزل ميه هي كمان، وبنسيبها حبه لحد ما تدبل ونغطيها. النهارده 18 سبتمبر، يعني عدى حوالي 20 يوم من ساعه ما قررت اعمل التغيير الجذري ده. وحابه اقول لكم ان كانوا 20 يوم مش سهلين بس مش صعبين. اهلا بيكم في الجزء الثاني من الحلقه الثانيه، وحابه اكلمكم عن مبدا مهم جدا 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 في الجزئيه دي، الا وهو مبدا المكافاه. ناس كتير للاسف بتنغمس في مواضيع كتير من غير ما تحس ان هي كده بتعاقب نفسها، يعني شبه مهمله نفسها لاخر. فعشان كده اتعمل مبدا المكافاه اللي هو ايه، كل فين وفين كده، كل حين وحين، على حسب انتوا مودكوا او مزاجكوا جايب ايه او عامل ازاي، فتكافئوا نفسكم باي حاجه ايا كانت هي ايه. وبالذات في النظام اللي احنا ماشيين عليه ده اللي هو النظام الصيام الطويل تمام، انتوا ممكن تيجوا في وقت وتدركوا ان ايه ده انتوا زهقتوا، او بقالكوا كتير قوي مستمرين على الموضوع ده، او عايزين تغيروا، عايزين تكسروا، عايزين تعملوا حاجه تانية جديده. فعشان التغيير ده يحصل، عشان تخرجوا من الجو ده وفي نفس الوقت ما توقفوش عن اللي انتوا بتعملوه الا هو الصيام طول المده دي كلها مثلا، يعني لازم تدخل كده ايه مكافاه صغيره في النص، سواء كانت هديه او حاجه انتوا عاملينها بنفسكم او حاجه انتوا بتصنعوها او بتسعوا اليها، مش مشكله. المهم ان انتوا في الاول في الاخر في حاجه بتبقى مستنياكوا يعني في نص الطريق كده او في اوله، وبتديكوا دافع او بالمعنى الاصح بتحفزكوا ان انتوا تكملوا، ان انتوا ماشيين على الطريق الصح، ان انتوا اللي عملتوه ده جاب نتيجه وكويس، فخدوا دي برافو. الحاله اللي احنا بنعملها ان هو احنا قاطعين الاكل مده تمام، وخصوصا ممكن تكون ناس اكله قطع اكل بتحبه، او ناس حواليها بتاكل الاكل هي نفسها فيه او عايزاه بس منعت نفسها عشان خاطر صحتها. فمفيش مشكله لو من حين الاخر كده ايه تدخل مكافاه صغنونه بسيطه، تعبير منكم لنفسكم ان انتوا مهتمين بالمجهود اللي هي بتبذله. يعني مثلا حاجات حلوه بس طبعا مش تاكلوا منها كتير، يعني حاجات بسيطه كلها، بس الفكره ان انتوا تدخلوا كسر الروتين ده، تنوعوا شويه، تحسوا ان خلاص انا صمت المده دي كلها او الفتره الطويله دي يعني، فما عملتهاش قبل كده، فمش مشكله ان انا كافئت بنفسي بحاجه جيليهايه كده، حاجه حلوه تكونوا انتوا بتحبوها تمام. انا في حالتي انا هي الشوكولاتات والحاجات دي ان انا باكلها كل فين وفين تمام، فقررت ان ادام دي حاجه انا مش باكلها على طول مش باستمرار، انا عارفه انها مضره وغلط على الصحه، فبقلل منها وفي نفس الوقت بخليها هي المكافاه عشان ما تبقوش بتكافئوا نفسكم كل شويه. فاهمين الفكره؟ يعني كافئوا نفسكم بحاجه انتوا عارفين ان انتوا ما ينفعش تاكلوها غير كل حين وحين، يعني خلاص بقى تكونوا اصلا نسيتوا اخر مره انتوا اكلتوها فيها كانت امتى. انا بالنسبه لي هي الحاجات دي اللي هي الشوكولاتات اللي هي المعموله بابتكار، بس مختلفه شويه عن بقيه الحاجات، الحاجات اللي انتوا نفسكم فيها. انتوا ممكن في ناس تكافئ نفسها بفشار، فرجه على فيلم بقى وهي بتاكل الفشار ده، او شوكولاته سايحه، او ناس تانية ما بتحبش الحاجات دي تحب الحوادق، فممكن تكافئ نفسها مثلا باكلت بيتزا، ممكن تكافئ نفسها مثلا بمشروب مفضل بس برضو ما يكونش بيحتوي على حاجات مضره،
لان انتوا عايزين تطلعوا الحاجات الغلط دي كلها من جسمكم عن طريق الصيام، فما ينفعش تدوا له الجرعه حتى لو قليله من حاجات هي ممكن تضره وترجعه كل نفس الحل اللي كانت قبل الصيام. فتبقوا يعني تبقى المكافئات على قد اللي انا استحمله، ما تبقى زياده عن اللزوم عشان ما تبوظش كل اللي عملته الفتره اللي فاتت دي وارجع احبط، بدل ما انا المفروض دي تدفعني لقدام. برضو عندنا مثلا حاجه زي كده، حاجات كلها بسيطة جدا ممكن تحصلوا عليها من اي سوبر ماركت او صغير او كبير، ممكن تحصلوا على اي حاجة انتوا تحبوها من اي مكان، ومش لازم اكل. يعني انا بس عشان بقول لكم بضرب لكم مثال في الصيام، ان انتوا في الصيام بتبقوا حارمين نفسكم ومانعين نفسكم من حاجات كتير قوي، فبتكافئوا نفسكم ايه بالحاجات اللي انتوا شوية كنتوا مانعين نفسكم بيها بس برضو بكميات قليلة. يعني طبعا مش هاكل كل ده مرة واحدة ولا مرتين، حتى هيبقى على مدار شهور، يعني دول هيفضلوا معايا قاعدين معايا مدة طويلة، لان دول كمية بالنسبة لي، لان ما ينفعش اكل منهم ازيد من المقدار المطلوب. يعني مثلا كل واحدتين تلاتة اربعة بكتير قوي من كل علبة وخلاص، في كل مرة بكافئ فيها نفسي، ومش كل يوم، ممكن كل اسبوع، كل اسبوعين، كل تلاتة، على حسب انا حاسة ان انا عملت انجاز قد ايه، فبكافئ نفسي على اساس. انا مش هكافئ نفسي بالحاجات اللي وريتها لكم دي في وقت متأخر، ليه؟ لان انا عندي فترة صيام فباكل في ميعاد محدد، فمش هاكلهم غير في الميعاد اللي انا باكل فيه، مش هبقى فاتحاها كده على البحر واكل في اي وقت، اصل دي مكافأة، لأ، هتبقى بعد الوجبه الرئيسيه بتاعتي الاساسيه، لان ما ينفعش احطها في مكانه الاهميه اللي هو ايه اكلها في اي وقت ابقى انا كده مش صايمه، ابقى انا كده المكافاه بوظت لي الموضوع اللي انا ماشيه فيه، فهي كده بقتش مكافاه، هي يعني كده تحولت بقت مهزله. فلا، حافظوا عليها في اطار ان مثلا تاكلوها الصبح او الظهر اللي هي فتره بس بتاعت الفطار بتاعتكم اللي هي المفروض كام ساعه قليلين، غير كده خلاص ما يعني. وبتاكلوا منهم برضو حاجات بسيطه بعد الوجبه، ما بقاش قبلها، عشان لو اكلتوها قبل الوجبه هتزودوا منها، لكن بعد الوجبه هتبقوا شبعانين شويه فمش هتاكلوا كتير. في ناس ممكن تبص على الموضوع اللي هو ايه ده، احنا لسه تاني حلقه وبتكافئ نفسها، امال في الحلقه ال20 مثلا هتعمل ايه؟ هكافئ نفسي برضه. انا ما عنديش مشكله، اللي انا عارفه ان انا ماشيه على طريق صح، وشايفه ان انا بعمل حاجات كويسه، وشايفه ان جسمي شويه شويه ابتدى يرجع لمراحله الطبيعيه، ابتديت ارجع انا نفسي اللي عارفاني تمام، اللي انا طول عمري عليها، ف ما فيش مشكله ان انا شويه اخد حاجه من بحبها، حاجه من دي، لان انا ضد موضوع الحرمان التام، وبرضه ضد موضوع الفتح على البحر، فيعني لازم يكون في وسط. وحتى لو هتضغطوا على نفسكم شويه في الاول تمام، ده مش ضد او ما يمنعش ان هو عشان بس اكمل، عشان خاطر ما يجيش بعد كده وقت اقول يا ريتني كنت اكلت كذا وكان نفسي وايه اللي خلاني ما اكلوش، ف مش مشكله تمام. لو انتوا بتاكلوا حاجه معقوله تمام وفي وقت معروف مش هتضركوا قوي، لان انتوا بتعملوا حاجات زي الصيام بحيث ان انتوا تتجنبوا الاضرار بتاعنا. اي نعم كنت بصوم صيام طويل قبل كده، بس فضلت مثلا فتره ما عملوش، حالتي الصحيه تراجعت، خدوا بالكم، اصل في ناس بتفتكر ان انتوا ما تمنعوا الاكل ان انتوا صحتكم هتنزل، لا بالعكس، انتوا هتتفاجئوا، هتلاقوا صحتكم فجاه بتاع لما تعرفوش منين، دول اللي انا ما اكلتش حاجه وما شربتش حاجه وما خدتش اي ادويه، والمزه دي اخطر حاجه اصلا ممكن تاخدوها تمام، بس تلاقوا صحتكم تتحسن، لان انتوا منعتوا كل الحاجات اللي كانت بتنزل الصحه، لان كل الاكل فيه كميات، كل الاكل فيه مبيدات، كل الاكل اصلا مش عضوي تمام، يعني مش صحي بالمره، كل حاجات مصنعه وصناعيه فما فيهاش اي فايده تماما، فانتوا لما بتاكلوا بتاذوا جسمكم اكتر. فلما بتمنعوا الاكل جسمكم بيبتدي يرجع لطبيعته شويه، اللي هو ايه ده، في حمل كده وانزاح، تحسوا ان انتوا بقيتوا خفاف من جوه ومن بره. لما بتمنعوا الاكل خلاص الوزن ده كله هيروح من نفسه، يعني معروف القاعده الاساسيه ده اتقفل، خلاص مفيش حاجه اسمها زياده وزن، ايا كان نوع المرض او السبب اللي مخليكوا تتخنوا او وزنكوا يزيد او ايا يكن، بيروح تحسوش اللي هو ايه ده، ده الصيام حل المشاكل دي كلها. الناس كلها دلوقتي حوالين العالم بقت ماشيه على نظام الصيام ده، سواء اذا كان بقى متقطع او مطول، لان هي بقت عارفه ان هو الحل لكل المشاكل بتاعت الوزن، لان هو انتوا معلش بتزيدوا في الوزن ليه؟ عشان عيانين؟ ما انتوا عيانين عشان وزنكوا زايد طبعا، مش كل الحالات. طب هل انتوا عشان وزنكم زايد اصلا وبتاكلوا كتير؟ طب ما هو جالك اهو الفكره، اللي هو طب ما تاكلوش، بمنتهى البساطه هتلاقوا وزنكم بينزل لوحده من غير ما تتعبوا في رياضه، من غير، لان انا عارفه ان في ناس بتبذل مجهود قوي عشان تعمل بس تحرك صباعها ده، يعني في ناس ملهاش في ممارسه الرياضه، مش مشكله وعايزه تخس معرفش ازاي بس ماشي، فجا الصيام بيقول لهم اللي هو ممكن اساعدكم في ده، وانا مع الناس اللي بتحب تعمل ده مع ده، يبقى رياضه مع صيام تمام، لان انتوا جسمكم ما بيزيد في الوزن بيتمدد، فما الوزن ده بيروح تلاقوه فجاه جاي كده ساب تراها، فعايز رياضه عشان تشدوا، عايز جسمكم يتحرك على طول عشان تبداوا تلموا كل جسمكم. فللناس مش تقدر تعمل ده، فعلى الاقل ايه، بيجي الصيام يقول لها طب خسي وشويه شويه جلد هيعمل، اشربوا ميه كتير، وبقى شويه شويه برده هبتدي اتلائم، حاولوا تقعدوا في الشمس، تعملوا مش عارف تخرجوا بره، تعملوا ايه، في حاجات كتير قوي بتساعد، واهمها هو الصيام،
الحاجه بجد الوحيده اللي موجوده على الكوكب اللي ممكن بجد تقدر تحافظ على جسمكم بمنتهى السهوله، لو انتوا لسه مثلا داخلين موضوع الصيام ده جديد، او مثلا عندكم اراده بتخليكم تصوموا مده اطول عن غيركم، هتحسوا فرق عظيم. تمام، ممكن يكون مش كبير بالنسبه لغيركم، بس بالنسبه لكم انتوا تحسوا بنفسكم. ممكن يكون الناس مش شايفه ايه الحاجه المهوله اللي حصلت، بس انتوا هتبقوا حاسين بده وانتوا طالعين على السلم، وانتوا ماشيين، وانتوا بتلعبوا رياضه، وانتوا بتعملوا اي نشاط بتمارسوه في حياتكم، هتحسوا ان انتوا جسمكم بدا يخف. لان يعني الصيام زي ما يكون كده بياخد تقل، بيطلع حاجات من جسمكم انتوا ما كنتوش تعرفوا ان هي اللي مصعبه عليكم الحياه. ممكن حد يحس ان هو ايه ده تقيل قوي، او بيعمل حاجه بصعوبه ومش قادر خلاص يكمل، او خلاص يعني بينهج او بيتعب من اقل مجهود. لو بصيتوا هتلاقوا ان الاكل اللي بتاكلوه هو المساهم في كده. فلما بتمنعوا الاكل ده بتبتدوا تحسوا الله، طب ما انا كويس اهو، الله طب انا صحتي ما فيهاش حاجه، امال انا ايه اللي كان بيحصل لي؟ ده كله كان وزن زايد. بيبقى وزن زايد على قلبكم ده اولا، بيبقى وزن زايد على نفسيتكم ثانيا، كل ده بيأثر بوزن زايد على جسمكم كله عامه. انا متاكده ان انتم ملاحظين ان حتى وشي اتغير وبقى صغير، بس ان في فرق اكيد حصل عن اول حلقه. يعني تخيلوا من اول حلقه لتاني حلقه في فرق، ماليش دعوه بقى كتير ولا لا، بس المهم ان في فرق. عشان كده لازم تفضلوا مستمرين، عشان كده لازم تبتدوا تدركوا ان اي حاجه ولو بسيطه بتفرق في بقيه المشوار، ان انتوا بداتوا والبدايه دي كانت كويسه، فانتوا لازم تكملوا، عشان ما ينفعش تهينوا البدايه الحلوه اللي انتوا بداتوها دي. بداتوا كويسين يبقى لازم تكملوا على هذا المنوال، عشان تبقوا جمال في نظر نفسكم مش في نظر اللي حواليكم. من الحاجات برضو اللي لاحظتها حتى في اول اسبوعين بس من موضوع الصيام ده، هو ان وشي كان مليان حبوب. تمام، ده طبعا ليه علاقه بان في مشاكل كانت في الجسم. تمام، في اعضاء ما كانتش شغاله كويس، او ايه، او الضغط عليها كان زياده نتيجه سواء اذا كان العادات الصحيه الخطا، تمام، او الاكلات نفسها غلط. فلما بدات اخد بالي شويه من ده، لما بدات اقلل ده، لما بدات امنعه، بدات احس لو ايه ده، الحبوب بدات شويه شويه تختفي، شويه شويه تطفي، شويه شويه تتحسن، من غير ما انا ابذل مجهود انها تروح. وبكده بتنتهي تاني حلقه من السلسله اللي متاكده انها هتغير حياتكم لو فضلتوا مستمرين عليها زيي، وفضلتوا تعملوا كل النصايح اللي انا بقولها لكم من خلالها، ولسه في حاجات تانية كتير قوي جاي عايزة اشاركها معاكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة لو لسه مشتركتوش، وتعملوا اعجاب، وبرضو تسيبوا رأيكم تحت في التعليقات، وتشاركوا معانا تجاربكم، وتعملوا مشاركة عشان غيركم حياتهم تتغير معاكم. مع السلامة.